لقد تعلمت من زياراتي المتكررة وجولاتي المتنوعة في المنطقة الشرقية دروسًا حافلة تبني أشياء في نفسي وتضيء لي في الدنيا، وأرجو أن أجد إضاءتها في الآخرة وفي رمسي، من أبرزها شدة حاجة الناس إلى العلوم الشرعية. قال الإمام أحمد: حاجة الناس إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. وبيَّن ابن القيم وجهه في مفتاح دار السعادة بالإعلام بأن الطعام والشراب قوام البدن، وأن العلم قوام الروح، وبقوام الروح تصلح الأبدان وتصلح البلدان. فحقيق بنا طلاب العلم أن نعتني بهذا الأصل، وأن نبذل في نشر العلم ما نستطيع. وكم من إنسان نظنه في غنى عن العلم، فسرعان إذا رأى مجالسه إلا ويأتيه أتية الظمآن. وإن مما رأيته في هذه المجالس طالبًا هنديًا قدم إلى هذه البلاد على غير ميعاد من البرنامج، فهو طالب يدرس في جامعة ماليزية ويقيم والداه في المنطقة الشرقية. قدم لزيارتهما ثم رأى جمع الناس في هذا المسجد فأنصت إلى الدرس، فأعجبه ما يقرأ من العلم، فوجد نفسه واحدًا من الطلاب الذين تكرروا طيلة مدة بقائه في إجازته على مجالس هذا البرنامج. ثم هو الآن يستمع إلينا وهو في ماليزيا إلى بقية الدروس التي لم يمكنه أن يشارك فيها، وقد قام بترجمة 6 كتب من كتب البرنامج إلى اللغة الإنجليزية. إن هذه البذرة كفيلة فقط بأن ترسخ في نفوسنا شدة الحاجة إلى بذل العلم، وأن كل بقعة من بقاع الأرض محل له، وأن أبناء بلادنا ومنهم أبناء هذه المنطقة حريصون على العلم أعظم الحرص، وأنهم أرض خصبة للعلوم الشرعية، لكنهم يحتاجون أولئك الذين يجلسون لهم ويصبرون عليهم ويبذلون في تعليمهم ويؤدون زكاة ما أداه الله سبحانه وتعالى إليهم من العلم.